في ناس كتير عملت لها اغاني ولسه ما نزلتش بقى، بس يعني انا كنت زمان ممكن مش بعمل، بس انا الناس لقيتها انترست كمان اكتر للتوزيعات بتاعتي، يعني الناس حبت توزيعاتي كمان، فده فتح لي سكة ان انا الحن للناس، ان انا بسمع. يعني ما سمعت حمادة في اغنية جديدة انا عاملها له، لقيته عجبه المزيكا، فقال لا انا اجيلك بقى نقعد نعمل مزيكا كتير. بس احنا من زمان يعني بنحب يعني الشعب المصري بيحب الشرقي، المزيكا الشرقي اللي فيها طبلة وفيها رقص فيها، واحنا اصلا شعب بنحب الفرحة، يعني حتى لما يحصل كورة نجاح او يعني الناس بتحب تنزل تزيط في الشارع بتتبسط، ف ده حاجة حلوة جدا بالنسبة ان الواحد يعني مختلفة كمان عن اي بلاد تانية، انا بحب الحكاية دي. فالمقسوم الاغاني المقسومة واللي فيها طبلة هي دي اللي فرحت الناس، حتى المهرجانات زي ما حضرتك كنت بتقولي بتفرح الناس، بتخرجهم عن مود ممكن يبقى هو مضغوط، في ضغوطات كتيرة في الحياة الواحد بيواجهها، يعني ضغوطات مادية، ضغوطات عائلية، في كذا حاجة، فهي المزيكا برضو بتخرج الواحد من الطاقة، وخصوصا لو كلام بيقول اللي هو عايشه. في ناس كتيرة دلوقتي يعني بقت ليها طريقة معيشة معينة، مهرجان اللي حبيته بتاع اخواتي ده جامد قوي. اخواتي عاوز حاجه تغنيها حتى كمان لحنيا، في اللي هو مش عارف يقول اصاحبش الفهره فير حتى لو راكبين فيراري ادعولي للتقدير، يعني هي طريقه تفعيله اللحن هتاري الدنيا، فهي ليها حاجه برضو حلوه، هم بيطلعوا حاجات جامده ساعات، فاحنا المفروض الحاجات دي اصلا يتعمل لها يعني برضو جوائز. ليه يعني ممكن دي تبقى بره مصر كمان، ليه ما نفتخرش ان احنا عندنا حاجه زي كده، وندعم ان احنا عندنا نوع مزيكا مختلفه وكلام، بالعكس ده حاجة في الآخر شعبية بتاعتنا. داني شاكر هو أعتقد عنده نفس المبدأ، يعني هو عنده نفس المبدأ بتاع إن الكلام يبقى كويس، وكان هو مش ضد المزيكا، فهو بالنسبة له هو شايف رؤية مظبوطة ورؤية يعني كويسة، فما أعتقدش إن أنا هقدم له حاجة أوجه له، هو أستاذ كبير وأنا مش محتاج إن أنا اللي أوجه له، هو اللي يوجهني.